بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا القضية ديال سناء 12 سنة اللي كان العنوان ديالها أصغر أم في المغرب. مشاهدينا الكرام الواقعة وقعت في السنة الفارطة بالضبط في رمضان. عدد كبير من المغاربة اللي ماتوا هذه القصة سناء 12 سنة تكتشفوا والديها أنه حاملة وكتولد وهي لا زالت طفلة. مشاهدينا الكرام من بعد ناولنا معها القصة دخلوا جمعية حقوقية في الموضوع وبالأخص بقوة جمعية إنصاف اللي كنت دوزت واحد الروبورتاج في الجمعية وتكلمت على المجهودات بالصوت وبالصورة ديال هذه الجمعية اللي ساعدت سناء في مجموعة من الأشياء اللي هي مهمة وتتعلق بصغر السن ديالها. من بعد سناء ناس كذلك تدخلوا ولهم جزيل الشكر صراحة حتى في بعض المؤسسات اللي سناء مشات للمدرسة بدأت تقرأ لأنها ما زالت طفلة لا تعلم شيئا حول المسؤولية ديال الأمومة وأمور أخرى. تبعتوا معي القصة تناولتها مع الأب مع الجدة ديال سناء اللي هي الأم ديال الأب وفي نفس الوقت الأم. مشاهدينا الكرام سناء 12 سنة كتسكن في قرية نواحي تيفلت. الدار اللي في الجوار ديالهم فيها جوج العناصر اللي تعتقلوا في الموضوع وهذا مجهود جبار داروا رجال الدرك الملكي للتدقيق ولحيثيات القضيه من جميع الجوانب. رجال الدرك انتقلوا في تلك الظرفيه للمنزل اللي كانت كتوقف فيه الواقعه وخذوا الادله وكذلك تذكر عنصر ثالث اللي هو جار ولكن المسافه بينه وبين الدار ديال سناء كتبعد تقريبا بحوالي 300 متر. ثلاثة العناصر تعتقلوا في الموضوع. تبعتوا معنا القصة من الأول سناء ألمت عدد كبير من المغاربة. الأب ديالها لا زال يناضل ويضحي وعلى تتبع الإجراءات القانونية في الموضوع. بعد هذه المدة كلها وإحنا مقبلين إن شاء الله على رمضان والواقعة وقعت في رمضان السابق يعني سنة تقريبا. مشاهدينا الكرام المحكمة يوم أمس أصدرت الحكم على المعتقلين الثلاثة بسنتين سجن نافذة. هذا هو الخبر وفي نفس الوقت نحن على تتبع الملف وغادي يكون عندنا عما قريب لقاء بالأب وبالأم والجدة كذلك من بعد اللي غيتكلمنا على أطوار ديال الجلسات كيفاش كانت. مشاهدينا الكرام قصة سناء 12 سنة ألمت المغاربة بشكل كبير. سناء باقا طفلة لقات نفسها حاملة وهي ما فاهماش الموضوع. المغاربة تألموا في هذه القصة بشكل كبير. ثلاثة الأطراف اللي هما متهمين المحكمة حكمت عليهم سنتين والأب الوضع ديالو حاليا جد صعب لأنه ما تقبلش هذا الحكم كما يبقى له الحق أنه يستنف أجل 10 أيام المرحلة الاستئنافية يعني مراحل التقاضي لا زالت مستمرة. سناء 12 سنة تبعوها المغاربة وسوف نوافيكم بالجديد في الموضوع مع الأب كما نبقى على تتبع القضية في المرحلة الاستئنافية إن شاء الله. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.